الحين نتناول في هذه المحاضرة متحف كوكنهام للفن الحديث في مدينة نيويورك. متحف كوكنهام للفن الحديث تم إنشاؤه بال59، صممه المهندس المعماري فرانك لويد رايت ب700 رسم تخطيطي وست مجموعات من رسم العمل. مساحة المعرض تبلغ 51,000 قدم مربع، وبمساحة 15,000 قدم مربع فيه مكتب ومساحة للبيع بالتجزئة، وردها يبلغ ارتفاعها 92 قدما مغطاة بقبة زجاجية موسعة، وكذلك رامس رئيسي صعودا 6 طوابق أكثر من ربع ميل. آخر مشروع صممه المعماري فرانك لويد رايت بين عامي 43 حتى افتتاحه في سنة 59، ذلك بعد وفاته بستة أشهر، ليصبح واحدا من أطول أعماله التي عمل عليها، واحد من أشهر مشروعاته. كان فرانك لويد رايت من مواليد 1867 وتوفى بال9 أبريل 59، واحدا من المعماريين الرائدين والأوائل في النصف الأول من القرن العشرين. حتى الآن هو الأشهر عبر تاريخ أمريكا، وما زال معروفا لدى العامة والمتخصصين. فلسفته وفكره، يعتبر فرانك لويد رايت المبتكر لمجموعة من الأفكار للتخطيط العمراني براودسر سيتي، مجمعة تحت عنوان مدينة براودكر، وقدم فكرته في كتابة المدينة المختفية، يعني صور المدينة المستقبلية اللي يتخيلها، كانت ب 3.6 في 3.6 متر، وهي أضخم مدينة ممكن تصورها في المستقبل. مارس فرانك لويد رايت ما يسمى بالعمارة العضوية، وهو ما يقصد بتطوير الشكل المعماري للمبنى وبنائه تبعا للبيئة المحيطة، ولقد نجح بأن اعتبره رائد العضوية. الفكرة التصميمية للمتحف مستوحى من حب رايت للسيارات، القبة السماوية مصممة للزائرين لرفع المنحدرات الشبيهة بالزقورة. في كوكنهام كان رايت يهدف إلى السماح للزوار بتجربة لوحات المجموعة عن طريق المصعد إلى المستوى الأعلى، ثم عرض الأعمال الفنية من خلال هبوط المنحدر الحلزوني المركزي. يصمم المتحف حالياً المعروضات التي يمكن مشاهدتها وهي تصعد على المنحدر بدلاً من السير من الشارع. يبدو المبنى وكأنه شريط أبيض ملفوف في شكل اسطواني، أوسع قليلاً في الأعلى منه من الأسفل. هاي طبعاً المخططات اللي رسمها بنفسه فرانك لويد رايت على ورق الكانسن. خلينا نشوف مخطط الحركة العمودية في المبنى. يمثل المسار اللولبي الحركة العمودية الأساسية للمبنى، فهي تعتبر أساس فكرة المبنى، حيث يكون الصعود نحو الأعلى بواسطة منحدر، وتكون الأعمال الفنية معروضة في هذا المسار. نلاحظ هنا باللوحة الحمراء كيف أنه هذا المنحدر راح يصعد 6 طوابق، وخلال ما واحد يصعد يشوف المعروضات على جانبيه. شوف هنا توبي فيو للمتحف من الأعلى، وتبدو القبة المزججة في الأعلى، وهو يأخذ ركن مهم من أركان شوارع مدينة نيويورك سيتي. يقسم المعرض 12 جدارا شعاعيا إلى 70 فتحة لعرض الأعمال الفنية. تغطي القبة الزجاجية الكبيرة القاعة المستديرة بالكامل، مما يوفر إضاءة طبيعية داخل المعرض. المناور كانت مصطفة في كل مستوى من القاعة المستديرة، مما يوفر إضاءة طبيعية على طول المحيط. يبلغ طول جدران المعرض 9 أقدام و6 بوصات، ومنحدرا للخارج قليلا عند 97 درجة من الأرضية. تم تصميم إمالة جدران المعرض
لعقد اللوحات وتكرار منحدر الحامل. هنا نشوف المستويات الكاملة في المتحف، حيث يمثل اللون الأبيض هو المنحدر الرئيسي، والمستويات المعروضات باللون البرتقالي والأسود والأصفر إلى الأعلى. لاحظ هذا السكشن العمودي اللي رسمه فرانك لويد رايت بإيده، ونلاحظ المستويات في المتحف يمثل هذا الوركينج دروينج، يعني ملخص ما عمله خلال 12 عام قبل وفاته. الإضاءة، المناور تهدف أصلا إلى إضاءة اللوحة في الضوء الطبيعي، ولكن تم تغييرها إلى اصطناعية للحصول على إضاءة أكثر تحكما. هنا نشوف على اليمين كيف أنه بدأوا يقيسون سعة اللوحات ووضعها على الجدران، وهنا باليسار مرتسمات المعماري قبيل وفاته. قبة زجاجية بإطار من الألمنيوم اللي هي بالأعلى، بها 12 ضلعا بالتزامن مع جدران الوي بالشعاعية الـ 12. تتصل جدران المبنى على مستوى السقف مع أضلاع القبة لتشكل عوارض دبوسية تدعم المنور المركزي الضخم. نلاحظ هسه الأتريوم مال المتحف مفتوح نحو الأسفل، ونشوف المعارض اللي بكل مستوى معرض شكل يختلف عن المعرض الآخر، ونشوف بالأرض مركز لتجمع الناس ورؤية هاي القبة من الأعلى. الخامات المستخدمة، استخدم رايت الجرانيت لتحقيق واجهة متجانسة سلسة. ترك رايت مفاصل التوسع التي كان من شأنها أن تخلق فواصل رأسية بصرية، وأعرب عن أمله في أن يؤدي استخدام الطلاء المرن والمعروف باسم كاكون إلى ملء الشقوق المتشكلة أثناء البناء. تسبب اقتران أنواع متعددة من الخرسانة في حدود تشققات واضحة في الواجهة. طبعا أنا بنفسي زرت هذا المتحف في أمريكا بال2013، ولاحظت الواجهة متميزة بشقوق طولية، وهذا السبب أنه عدة أنواع مستخدمة بالخرسانة، وكون الطلاء الخارجي كان باللون الأبيض، فمبينة هاي التشققات بالواجهة. نوافذ مؤطرة من الصلب والمناور الألمنيوم، مواد لاصقة من الجبس الإسمنتي على اللوح المعدني. الخرسانة كانت خفيفة الوزن، هي مادة الجدران الشعاعية الداخلية والمنحدرات، أو الخرسانة المرشوشة هي المادة المستخدمة. يتكون كوكنهام في المقام الأول من الخرسانة المسلحة. الوزن الطبيعي المصبوب في الخرسانة هو السطح الخارجي للجدران المنحنية اللولبية للمواد منخفضة المستويات. الخامات المستخدمة في البناء، الخرسانة المرشوشة. نشوف هنا بالصورة كيف أنه يحطون حديد التسليح ويرتبون الجدار الخارجي، وبعدين يجيبون بايبات لرش الخرسانة على القضبان المسلحة الفولاذية. فتم بناء الجدران المنحنية من الخرسانة الجونيت التي تم رشها على أشكال الخشب الرقائق المؤمنة كل 10 درجات إلى المحملات الفولاذية العمودية المدمجة في الجدران. يبلغ سمك جدران الخرسانة المرشوشة 5 بوصات. المعالجات التكنولوجية في البناء، استخدم أحدث تقنيات المسح بالليزر حتى الاختلافات الطفيفة في المنحدر الحلزوني والجدران الخارجية تم تصميمها، وتم تحليل الأحمال الحية والرياح، يجعل منه هيكل ديناميكي مستقر عالميا. تتحرك الجدران الخارجية للداخل والخارج تحت تغير درجة الحرارة. ترميم المبنى، في ديسمبر 2004 حتى سبتمبر 2008 خضع متحف سولوميون كوكنهام لأول ترميم رئيسي له.
تم تعزيز الجدران المنحدرة للطابق السادس من الناحية الهيكلية بنمط نسج سلم من البلومر البوليمر المقوى بألياف الكربون واللي يدعى بـ CFRF المطبق CFRB المطبق على السطح الداخلي. تعمل شرائط الألياف الكربونية على استعادة قدرة الشد على جدران المنحدر المتدهورة، ومع ذلك تلبي متطلبات الجمالية المعمارية والحفاظ. مكونات ونظام البناء: يدور منحدر حلزوني عملاق يصل إلى قبة عملاقة مع 12 قسما من الخرسانة المسلحة الضيقة التي تخترق اللولب وتكون بمثابة تقوية. تعمل جدران المبنى كجدران قص وتنقل القوى أفقيا وعموديا. يعني بهاي الحالة إحنا من الناحية الإنشائية ماكو أعمدة، فقط هي الجدران المائلة تعمل عمل الحاملة للأثقال. لاحظوا هسه مكونات ونظام البناء، هي هاي القبة الرئيسية المدورة الدائرية المفتوحة إلى الأعلى، وهذا المثلث هو مركز الحركة العمودية فيه. يعني أنا أقدر أستخدم الدراج من هالجهة وأقدر أستخدم المنحدر إلى 6 طوابق. هذا المتحف أثناء التنفيذ، كانت الصب الخرسانة في مكان لبلاطة الأرضية وجدران القص. تم إنشاء كل قسم منحدر أولا، ثم تم وضع جدران الويب في مكانها. الجدران الخارجية شيدت أخيرا بعملية البنادق. تحليل التربة: مكونات التربة الصلبة هي الطين كمكون أساسي، ويكون على عمق 40 بوصة، بعدها فرشة والصخور على أساس بعمق كبير. تكون التربة ذات نفاذية عالية ومعتدلة، نسيج التربة طيني وطيني رملي، فبيها حموضية عالية ومتوسطة. إذا أردنا أن نوزع الأحمال، فإذا أول أحمال تسقط على القبة من الفوق وتبدي تنتقل إلى من؟ إلى جدران القص. فشوفوا أنه كانت خفيفة أحمال القوى، وبعدين تكبر هاي الأسهم باتجاه الأسفل فتنتقل جميع الأحمال إلى الأساس. كما ترى في هذا التحليل عندنا متعدد الأطر، تظهر الرسومات البيانية أن لحظات الانحناء هي الأعظم في الأعلى، حيث تدعم جدران الويب القبة الزجاجية عبر أضلاع دبوس الشعر والأرضيات ناتئا في أبعد مكان. تنمو القوى المحورية أسفل الهيكل كلما ازدادت كل حمولة. فلاحظوا اللون الأخضر أنه أعلى شيء يكون بالأعلى وأقل شيء يكون بالأسفل، فهذا قص وهذا دوران وهذا التواء وهذا محوري. توزيع الأحمال الجانبية، ونقصد بالأحمال الجانبية هي قوى الرياح. زين، فقوى الرياح كانت توزيعها متساوي، باليمين يساوي اليسار فيكون صفرا في الوسط. فهذا هو السكشن العمودي لمتحف كوكنهام. مخططات المبنى، الهدف من عرض هذا الشيء أنه نشوف اللي صممه فرانك لويد رايت. يعني أظهرت دراسات بناء الجملة الفضائية أن التخطيطات المكانية لها تأثير احتمالي على أنماط حركة الناس ولقائهم. هل نشوف شلون رتب فرانك كل طابق من الطوابق؟ فالطابق تحت الأرض هو عبارة عن طابق فقط للبيسمنت وحفظ اللوحات المهمة. بالطابق الأول الأتريوم اللي هو بالأحمر، بداية الأتريوم ومعارض مختلفة. بالطابق الثاني أيضا الأتريوم يبدي يعني بالالتفافة الأولى، يصير بالضبط فوق الالتفافة يعني الثانية فوق الأولى، ويبدي يحافظ الأتريوم على شكله بالطوابق 3 و4 و5. بالخمسة فقط الجهة الفوقانية رح تصير معارض. زين، بالسادس فقط الأتريوم، فقط محور الحركة. وبالسابع لا، حركة زائد معرض. فإذا السابع والخامس حركة زائد معرض صغير، بالسادس كل شيء ماكو بس محور حركة.
فهذا هو ترتيب المتحف. هنشوف مخططات اللي رسمها بوقتها فرانك لويد رايت. صمم المتحف كأرضية واحدة ملتفة مستمرة نحو 5 مستويات. الطريق المنحدر المطل على الردهة المفتوحة أيضا أتاح التفاعل بين الناس على المستويات المختلفة، وعزز التصميم في القطاع الرئيسي. فهذا هو السكشن العمودي للمتحف. خلينا نشوف الجراوند فلور اللي رسمه بال59. رقم 1 هو المدخل، رقم 2 الاتريوم اللي قلنا عليه، او هذا لا فقط مدخل استعلامات. 3 هو المين جاليري او الاتريوم، 4 هو الرامب، و5 هي جاليري، و6 هي الاوفيس الإدارية، و7 هي حديقة خارجية. نجي على المين فلور، الرامبا أيضا رقم 4 هو نفسه، هنا رقم 1 الرامبا، الهاي جاليري رقم 2، ورقم 3 لايبراري مكتبة، و4 يكون الأوفيس للإدارية. نجي على الطابق الفوق اللي هو 4، رقم 3 هو الاتريوم، 2 راح يصير ستور، اللاندينج داك يعني هاي مفتوحة نحو الخارج، و6 راح يصير أحد المعارض، و7 السيطرة. أيضا بالطابق الثاني الهاي جاليري هو موجود نفسه، هو يعني اللي نستنتج أنه المين أتريوم والجاليري محافظ على مساحة طول الطوابق الفوق. لاحظوا هسه المخططات المرسومة في عام 59 والواجهات المرسومة من قبل الفنان والمعماري فرانك لويد رايت، واللي أصر على استخدام الجدران اللولبية نحو الأعلى. هنا نشوف السكاشن العمودية ومكان قعدات الأوفيسرية داخل المتحف. هاي بالأشعة الحمراء حتى نعرف شلون تفاعل الطوابق فيما بعضها، وهاي صور عن الناس اللي تدخل بهذا المتحف وشلون يستخدمون الفضاءات والأنطقة داخلها. شوفوا هاي الواجهة الخارجية للمتحف، بقت بنفس الجمالية، زرتها بال2013 كانت بنفس الجمالية، إلا أن هناك تشققات في الواجهة من أثر استخدام أنواع متعددة من الخرسانة. شوفوا المناظير الداخلية ومكانات التفاعل الاجتماعي ما بين الطوابق والقبة، وهذا لاحظوا التشققات بالواجهة، إلا أنه يبقى مشروع متميز لفرانك لويد رايت، ويستقبل يوميا أنواع اللوحات المعمارية والفنية للعرض داخله. هنا الأتريوم اللي ظل محافظ على شكله طوال الطوابق الستة، وهذا بالليل بها إضاءات عبر الطوابق. وشكرا لحسن المتابعة، نلتقيكم في بحوث قادمة.